السبب في أن كمان ستراديفاريوس مكلف للغاية. يقال أنه أفضل أنواع الكمان في العالم، حتى وإن لم تكن ملماً بالموسيقى فمن المرجح أنك قد سمعت عن اسم ستراديفاريوس. يحلم العديد من عازفي الكمان بالحصول على فرصة للعزف على هذه الآلة الموسيقية التي صنعها أعظم صانع للكمان على مر العصور، ولكن لماذا هي مكلفة للغاية؟ في الوقت الحاضر يمكن أن يبلغ ثمن آلة الكمان بالنسبة للمبتدئين بين 300 دولار و 1000 دولار، بينما يباع كمان ستراديفاريوس بملايين الدولارات. استمر في المشاهدة لتكتشف سبب سعي الموسيقيين والهواة لدفع مبالغ طائلة مقابل الحصول على هذه الآلة الموسيقية. ولكن أولاً لا تنسى النقر على زر الاشتراك وتشغيل جرس الإشعارات لكي تكون أول أحباء الجانب المشرق في مشاهدة فيديوهاتنا. أنطونيو ستراديفاري هو صانع الكمان الشهير ستراديفاريوس. ولد في عام 1644 وفتح محله الخاص لبيع الكمان في مسقط رأسه في كريمونا بإيطاليا، إلا أنه لم يتقن صنع كمانه الشهير من أول تجربة له. بدأ في صنع الكمان وهو لا يزال تلميذا لدى صانع الكمان الإيطالي نيكولو أماتي. في البداية كانت كمانجاته مثل آلات معلمه، صغيرة ومتينة الصنع ومصقولة بلون أصفر فاتح، لكنه لم يتوقف عند هذا الحد. جرب لسنوات وبشق الأنفس وقام لفترة بصنع كمانجات أكبر مصقولة بألوان أغمق. في ستينيات القرن الثامن عشر قرر ستراديفاري تحسين أسلوبه مرة أخرى، ووصل إلى ما يشار إليه بالفترة الذهبية عندما صنع أفضل عمل في حياته، إذ عمد إلى صقل كمانه باللون البرتقالي البني المميز واستخدام نوع ممتاز من الخشب بما في ذلك شجرة القيقب. كان الكمان الذي صنعه في تلك الفترة في غاية الإتقان، لدرجة أن كل واحد كان له اسمه الخاص وسمعته الفريدة. على سبيل المثال آلة الكمان بيتس صنعت عام 1704 وموجودة حاليا في مكتبة الكونغرس بالولايات المتحدة، وآلة الكمان ألارد المصنوعة في عام 1715 تعتبر أفضل أنواع ستراديفاريوس على الإطلاق. في حال لم تكن تعلم، صنع ستراديفاري آلات وترية أخرى، التشيلو والجيتار والآلة السمسمية، لكن طريقته في صنعه للكمان جعلت الآخرين يتهافتون لصنع واحد يعادله جودة لعدة قرون. أسس ستراديفاري معيار الصوت الذي يجب أن ينتجه الكمان وكيف يجب أن يبدو وكيف يعزف عليه. في منزله الإيطالي واصل صنع الآلات الموسيقية حتى توفي عن عمر يناهز 93 عاماً بعد أن صنع ما يقدر بألف ومائة آلة. لم يبقى قيد الاستعمال منها سوى 650 آلة، 550 منها من الكمان. لا زال الكثير منها قيد الاستعمال بعد مرور أكثر من 250 سنة على وفاته. تجد هذا النوع من الكمان في جميع أنحاء العالم. في عام 2014 تم العثور على كمان ستراديفاري كروتزر في خزانة منزل وريثة الولايات المتحدة هيغت كلارك، واحتمال العثور على المزيد وارد. ينتج كمان ستراديفاريوس نوتات قوية وحادة، يقال بأن لديها شروق وتعبير وتألق، وهذه مصطلحات تصف جودة الصوت. هناك أيضا اعتقاد شائع بأنه على خلاف آلات موسيقية أخرى يستطيع ستراديفاريوس إبراز صوته في جميع أرجاء الغرفة، ولكنه يبدو خافتا وهادئا إلى حد ما لأذان الموسيقار الذي يعزفه. بشكل عام يعتقد أنه يتمتع بجودة صوت أفضل من الكمان الحديث. لقد حاول الباحثون كشف السر الذي يجعل من ستراد أفضل كمان في العالم، وتعددت النظريات. يقول البعض إن كمان ستراديفاريوس متفوق جدا بسبب الخشب المستخدم وحجم ثقوب F في التصميم أو نوعية الطلاء، وتقول النظريات الأخرى أن السر كامن في الكثافة المتجانسة للوحين الخشبيين اللذين يشكلان هيكل الكمان. ويقول البقية أن السر هو علاج كيميائي مصمم لقتل دودة الخشب والفطريات. أظهرت دراسة أجريت في سنة 2015 في MIT أن سر المؤشر الصوتي العميق يكمن في التصميم وحجم ثقوب F على واجهة الكمان. مع المزيد من الثقوب الممتدة ترتفع حدة الصوت. جعل ستراديفاري الثقوب أطول وأوسع من أي مكان آخر قبل وفاته. حاول العلماء معرفة ما إذا كانت الدعايات والخرافات التي تحوم حول كمان ستراديفاري الصحيحة. تم فحص الكمان بالأشعة المقطعية والأشعة السينية، وخضع أيضا للعديد من الدراسات.
في عام 2017 أجرت دراسة نشرت في مجلة Proceedings of the National Academy of Sciences اختباراً لمدى تفاعل الجماهير مع الصوت الذي ينتجه الكمان الحديث مقارنة باستراديفاريوس. اختبروا على وجه التحديد خاصية تعرفت عليها سابقاً، ينتج استراديفاريوس صوتاً قد يبدو هادئاً للعازف الذي بجانب الآلة مباشرةً. لسوء الحظ بالنسبة للعلامة التجارية لاستراديفاريوس، لم تتمكن الدراسة من إيجاد أي دليل على خاصية استراديفاريوس هذه. كان الإجماع على أن الكمان عندما يعكس الصوت بشكل أفضل فإنه ينتج صوتا أعلى بكثير بالنسبة للعازف، واعتقد العديد من العازفين أن انعكاس الصوت أفضل للكمان الحديث. أجريت دراسة أخرى في سنة 2012 على يد باحثة الصوتيات الفرنسية كلوديا فريتز، واختبرت 17 عازف كمان محترف كانوا معصوبي الأعين، وطلب منهم العزف على 3 أنواع من الكمان: كمان استراديفاريوس، وكمان من الصانع الإيطالي المحترف غارنيري، وكمان حديث. من بين 17 عازف تمكن 7 منهم فقط من معرفة الفرق، و7 اختاروا بشكل خاطئ، و3 فقط كانوا على حق. حتى لو قال العلم بأنه لا يوجد فرق كبير بين استراديفاريوس والكمان الحديث، لا يزال العديد من الناس يفضلون استراديفاريوس، وقد شكلوا روابط عاطفية مع هذه الآلة الموسيقية. إن التاريخ والطراز العتيق وندرة آلة استراديفاريوس جعلت منه الأكثر تبجيلاً في العالم. على الرغم مما يقوله العلم، فإن العديد من الآلات المتبقية هي من أغلى الأنواع في العالم. لقد تم بيعها في مزادات خاصة للبنوك والجمعيات الخيرية والأشخاص الذين من المؤكد أنهم يعشقون الموسيقى، لدرجة دفعهم لأموال طائلة مقابل الحصول عليه. خمن بسرعة ثمن أعلى استراديفاريوس بيع على الإطلاق، مع العلم أن الكمان الذي عزف عليه من قبل على مستوى متوسط يكلف حوالي 1500 دولار. بيع أغلى استراديفاريوس بأكثر من 15 مليون دولار. ولكن ليست جميع آلات الكمان استراديفاريوس مكلفة للغاية، حيث يبلغ ثمن البعض منها حوالي 2 مليون دولار. تكون بعض هذه الآلات باهظة الثمن أيضا بالنسبة للموسيقيين. تخيل الضغط الذي ستواجهه عند العزف على آلة بقيمة 2 مليون دولار. حظي بعض أفضل الموسيقيين في العالم بفرصة العزف على استراديفاريوس، بما في ذلك أكيكو مايرز وجوشوا بيل ويويوما. بما أن هذه الآلات الموسيقية مكلفة للغاية، عمد الكثير من الناس إلى بيع آلاتهم زاعمين بأنها أصيلة، ولكن تبين لاحقا أنها مزيفة. في القرن 19 تم صنع الآلاف من آلات الكمان باستخدام العلامة استراديفاريوس رغم أنها لم تكن أصلية. كان من الشائع في الحقيقة أن نطلق تسمية استراديفاريوس لنبين أن الكمان الغير مكلف صمم بعد كمان استراديفاريوس، وبالتالي سيعلم الناس أنهم لم يكونوا يشترون قطعا أصلية ولكن كمانا بنفس التصميم. وللأسف هذا يعني أن تسمية استراديفاريوس ليست طريقة موثوقة للتمييز بين كمان استراديفاريوس الأصيل عن المزيف. يتطلب الأمر عينا خبيرة وسنوات من الخبرة مع الآلاف من الأدوات لمعرفة ما إذا كان الكمان استراديفاريوس أم لا. من المهم إجراء هذا التمييز، لأنه في وقت من الأوقات تم بيع بين 15 و20 آلة استراديفاريوس من قبل تجار في لندن ونيويورك وباريس وروما. سوق استراديفاريوس صغير ولكنه شديد التنافسية، ومن المتوقع أن يتضاعف سعر الكمان كل 10 سنوات. يعتقد أن كمان المسيح الذي صنعه استراديفاري أثناء الفترة الذهبية في عام 1716 هو التصميم المتبقي الأكثر تكاملاً، لم يعزف عليه قط، وتبلغ قيمته التقديرية 20 مليون دولار. لم يتم بيع المسيح، وهو معروض حالياً في متحف أشموليان في إنجلترا، ولكن إذا تم شراؤه بهذا السعر فسيكون الكمان الأعلى على الإطلاق. هل تفضلون يا أحباء الجانب المشرق الحصول على آلة استراديفاريوس باهظة الثمن أو كمانا حديث الصنع وغير مكلف إذا تبين بأنهما يتمتعان بنفس الجودة الصوتية؟ أخبرونا بذلك في قسم التعليقات أدناه. شارك هذا الفيديو مع أصدقائك الموسيقيين، ولا تنسى النقر على زر الاشتراك للبقاء على الجانب المشرق من الحياة. إلى اللقاء.